لان انت الاسباني هو اجمل دوري وان تفوز بها بهذه الطريقه مع هذه المجموعه من اللاعبين. اعتقد انا سعيد جدا، اعتقد ان هذا الوقت لزحف كل الضغوط. هل كانت هناك لحظات سيئه خلال هذا الموسم؟ كما هي العاده خلال اي موسم، ولكن في نهايه الامر حققنا الهدف الذي سعينا من اجله مع هذه المجموعه الرائعه من اللاعبين. فقط كان علينا ان نفكر في العمل المتواصل، واعتقد اننا عملنا بجهد لنستحق هذا الفوز. بكل تاكيد كانت هناك بعض الاوقات الصعبه والمعقده، ولكن شيء عادي بعد 38 اسبوعا ان تكون في المركز الاول، اعتقد ان هذا شيء جميل جدا. كانت هذه هي الاهداف التي وضعتها في بدايه الموسم بعد غياب طويل. نعم هذا صحيح، هي سنوات كثيره بالنسبه للريال.